السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة مسيرة التعلم. اليوم سأقدم لكم موضوع الاختبار الفصل الثالث في مادة الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي. إذا هو موضوع زائد نشاط أيضا ووضعية إدماجية. الآن سأقوم ب يعني حنوريكم الموضوع والوضعية لكي تشرعون في حله، ثم نقوم بحله معا. أو النشاط الأول والثاني والثالث، النشاط الرابع والوضعية الإدماجية تاع الموضوع. ها هي ووضعية أخرى، ها هي النشاط الأول، وهو عبارة عن عمليات جمع وطرح، هي لننجز العمليات. الشيء الوحيد والذي يجب أن يطبقه كل تلميذ في العمليات هو أن يبدأ من اليمين إلى اليسار بحساب اليمين إلى اليسار. 3 زائد 9 12، أكتب الاثنان وأحتفظ بالواحد. 7 زائد 0 0، والواحد 8. 1 زائد 1 2، النتيجة هي 282. نفعل نفس الشيء في العملية الثانية، 6 زائد 3 9، 2 زائد 0 2، 4 زائد 3 7، النتيجة هي 729. نشرح في عملية الناقص، 5 ناقص 3 5، 4 3 2، 7 ناقص 6 1، النتيجة هي 12. وهنا في هذه العملية سوف أشرحها جيدا وأتمنى أن تركزوا فيها. 3 ناقص 6، لا نستطيع إنقاذ 3 من 6، إذن ماذا نفعل؟ نستلف 1 ثم نرده إلى هنا، ونستلف 1 ونرده، تصبح 13 ناقص 6 هي 7. 8 ناقص 6 2، والنتيجة هي 27. النشاط الثاني يقول اكتب بالأعداد والحروف 157، 157 هكذا كيف مائة وتسعة وثلاثين، مائة وتسعة وثلاثون. مائة وأربعة وأربعون. يجب أن نركز في هذا النوع من التمارين لكي يعني نقوم بحله 100% صحيح. إذن هنا ضع علامة أكبر أو أصغر أو يساوي مكان النقط. هنا نبدأ من اليسار إلى اليمين، 100 100، 3 0، 3 أكبر من 0، إذن 130 أكبر من 103، 1 1، 5 6، 6 أكبر من 5، إذن 152 أصغر من 164، 1 1، 3 8، إذا 8 أكبر من 3،
إذا 139 أصغر من 182. 75 زائد 100 تساوي 175، وهنا 175. إذا 175 تساوي 175. نشرح في حل النشاط الثالث. أسمي المجسمات، هذه كرة. هذه أسطوانة. هذا هرم. هذا متوازي مستطيلات. وهذا كلنا نعرفه مكعب. نذهب نشرح في حل النشاط الرابع. أكمل. 5 + 5 + 5 هو يعني 5 × 3 يعني 5 3 مرات وتساوي 15. 35 × 10 هي يعني كل ما نضرب في 10 أو في 100 أو في 1000 دائما نكتب العدد كما هو ونضيف عدد الأصفار التي في، عندما تكون 10 نضيف 0 1، عندما تكون 100 نضيف 0 2، عندما تكون 1000 نضيف 3 أصفار إلى آخره. 5 و 350. وهنا 4 × 2 تساوي 4 + 4 وتساوي 8. نذهب إلى الوضعية الإدماجية. يهوى سمير جمع الطوابع البريدية، وقد تمكن من جمع 234 طابعا. أهداه عبده 125 طابعا. أحسب عدد الطوابع البريدية التي جمعها سمير. أهدى سمير بدوره صديقه رمزي 52 طابعا. احسب عدد الطوابع البريدية التي بقيت لديه. نقوم بحل المسألة. هي ما هي عدد الطوابع البريدية التي جمعها سمير؟ كان عنده 234 طابعا، ثم أضاف له عمه 125. العملية التي سنقوم بها هي 234 زائد 125. نبدأ الحساب دائما من اليمين إلى اليسار. 4 + 5 = 9. 3 + 2 = 5. 2 + 1 = 3. قم بكتابة العملية أفقيا. 234 + 125 تساوي 359. عدد الطوابع البريدية التي جمعها سمير هي 359. وهي 359 طابعا، لا ننسى الوحدة. هكذا نشرح في حل سؤال ثاني. احسب عدد الطوابع البريدية التي بقيت لديك. قال لنا اهدى سمير بدوره صديقه رمزي 52 طابع. اذا كان لدي 359 طابع بالاجمال، ثم انقص منه 52 طابع التي اهداها الى صديق. نقوم بحل العملية. 9 - 2 = 7. 5 - 5 = 0. 3 - 0 = 3. وبقي له 307 طابع. نكتبها
كعملية أفقية هكذا، ونكتب أيضا الجواب ولا ننسى الوحدة. الآن سنقوم بحل الوضعية الأخرى التي أريتها لكم، هذه هيا يمكن نقوم بقراءتها. يقول التعليمة: لاحظ رائد عند زيارته لجاره في المستشفى أنه مؤلف من جناحين، الأول يتكون من 6 طوابق في كل طابق 12 غرفة، والثاني يتكون من 3 طوابق في كل طابق 8 غرف. ما هو عدد غرف الجناح الأول؟ إذا الجناح الأول يتكون من 6 طوابق في كل طابق 12 غرفة، إذا عدد غرف الطابق الأول هو، إذا عدد غرف الجناح الأول هو 12، 6 في 12، لأن كل طابق لديه 12 غرفة، إذا 6 في 12 وتساوي 72. إذا الإجابة هي عدد غرف الجناح الأول هو 72 غرفة. ما هو عدد غرف الجناح الثاني؟ قالوا لنا والثاني يتكون من 3 طوابق في كل طابق فيه 8 غرف، إذا 3 في 8، 8 في 3 يساوي 24. الإجابة هي عدد غرف الجناح الثاني هو 24 غرفة. عدد غرف المستشفى كاملا هي الجناح الأول والثاني يساوي 72 زائد 24 وتساوي 12. فيديو اليوم أتمنى أن يكون قد أعجبكم، ونلقى تاقي في الموضوع أو الفيديو القادم إن شاء الله.